أكد الدكتور أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مملكة البحرين ساهمت في فكرة التنمية المستدامة باستضافة المنتدى العربي للتنمية المستدامة عام 2015، وقال في تصريح أدلى به لمركز الأخبار إن ذلك يدل على جدية المملكة في تبني أهداف التنمية المستدامة 2030. لقد قامت مملكة البحرين بالمساهمة في فكر أهداف التنمية المستدامة باستضافتها عام 2015 المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي ضم دولاً عربياً كثيرة فكروا في ما هو محتوى الأهداف، ما هو محتوى الغايات، وكذلك ما هي المؤشرات، وتم تقديم ورقة عمل هنا في الأمم المتحدة في يوليو 2015 قبل اعتماد الأهداف في الجمعية العامة في سبتمبر 2015. يدل هذا على المسؤولية، يدل هذا على الجدية في تبني فكر وأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. نحن نقدم الدعم من خلال جلب خبراء، من خلال نقل معلومات، من خلال عرض تجارب لدول أخرى، من خلال تقديم منهجية إعداد التقرير الطوعي. وأود أن أقول أن أهنئ القيادة البحرينية وأهنئ الحكومة البحرينية على تبنيها هذه المنهجية، منهجية تشمل على المشاركة حتى تستنبط ما هي أحسن الأفكار وما هي أحسن الرؤى لعملية التنمية. إن أجندة التنمية المستدامة ما هو إلى إطار لتفعيل التنمية على المستوى المحلي، تفعيل التنمية من خلال النظر إلى تأثير البرامج التنموية، النظر إلى ما يتحقق من خلال المؤشرات، والهدف كله هو تعزيز وتحسين مستوى المعيشة للمواطن.